مشاهدينا، مثل ما ذكرنا ببداية حلقتنا رح بفقرة صحة وعافية رح نناقش موضوع القولون العصبي مع دكتور منذر السعد. أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا وسهلا، ونشكركم على الاستضافة وإن شاء الله الاستفادة لجميع المشاهدين الكرام. إن شاء الله دكتور، بداية خلينا نتحدث عن القولون العصبي، هل هو مرض عصبي أم عضوي؟ إذا صنف مرض أيضا. نعم، هو طبعا القولون العصبي يعتبر مرض، بس تعتبر من الأمراض الوظيفية مو العضوية. نعم، أمراض وظيفية اللي تسبب أعراض تزعج الإنسان، تزعج المريض، ولكن ما تتطور بالمستقبل إلى أمور مزعجة أو إلى أورام أو مضاعفات ما تصير فيها، وتعتبر أحد الأمراض الوظيفية. نعم، أسباب اللي بتؤدي للقولون العصبي هل هي نفسية دائما أو قد يكون هناك في خلل عضوي؟ نعم، مثل ما تفضلتي، من أهم الأسباب هي الأسباب النفسية. السبب الرئيسي، سبب رئيسي أو سبب محدد أو معين هو نفس ما معروف. مش معروف القولون العصبي، ولكن هناك عدة نظريات ليش يصير هذا القولون العصبي بشخص ما يصير بشخص آخر. من ضمنها مثل ما تفضلتي هي النظرية النفسية، الناس اللي يتعرضون لضغوط نفسية يصير عندهم تهيجات وآلام بالقولون وانتفاخات بالقولون. النظرية الأخرى هي حساسية الأمعاء والقولون تكون أقل عند الشخص المصاب من الشخص الآخر، فيكون على آلام بسيطة يحس بها آلام كبيرة، وجود انتفاخ بسيط الشخص السليم ما يحس بها، هو يحس انتفاخ وألم، يسموها أنه حساسية القولون والأمعاء تكون يعني أكثر من الشخص السليم. النظرية الأخرى هي نظرية حركية، تكون تقلصات بالأمعاء، تقلصات الأمعاء، عضلات الأمعاء تكون أكثر من الشخص المصاب. وقسم من النظريات يقول لك هو اضطراب الدماغ أكثر، هو اضطراب القولون معنى اضطراب الدماغ. من اضطراب الدماغ وإنسان يتعرض إلى ضغوط وتنشن وقلق يبدي تنفرز بعض الهرمونات اللي تأثر على الأمعاء. هاي الهرمونات يعني بالأدوية الحديثة بدأوا يركزون عليها لتقليل من الأعراض. طيب، من بين هاي الأنواع اللي ذكرتها شو هو أكثر شيوعاً بين الناس؟ طبعا النوع الاخر طبعا هو يسموه البوست، يعني اللي يتبع الالتهاب. اي انسان يتعرض الى التهاب امعاء او اسهال، شافوا قسم من الناس المهيئين لهذا المرض يعانون من الاعراض لفتره طويله، فيسموه بوست انفكتيف، يعني تهيج القولون الذي يتبع الالتهاب. اكثر الناس اللي يتعرضون هو طبعا مثل ما تفضلتي الوضع النفسي او النظريه النفسيه هي الاكثر، والناس اللي يعانون من القلق، الشخصية الوسواسية الحريصة، عندهم ضغوط بالضغوط العمل أو ضغوط الحياة، هؤلاء الأشخاص يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي. نعم، هل فقط الحالة النفسية بتأثر؟ هل ممكن نوعية الأكل أيضاً أو اللايف ستايل أو الحياة الطبيعية للشخص بتأثر؟ طبعاً مهم جداً، لأنه تعرفين هو القولون هو على علاقة بموضوع اللايف ستايل والنوع الغذاء وطريقة التغذية. طبعا حتى من العلاجات اللي ننصح المريض فيها احنا نسميها الفود ماب، يعني خريطة الأكل، خريطة الطعام. فننصحهم طبعا اكو أدوية، يعني أكلات كثيرة. المريض مصاب بتهيج القولون قد تزيد الأعراض، طبعا تزيد الأعراض، فاحنا ننصح المريض المصاب بالقولون الابتعاد عن بعض الأكلات اللي تسبب زيادة الأعراض. مثل شو هي الأكلات؟ احنا بصوره عامه ننصح المرضى طبعا اللي يعانون من تهيج القولون نقول لهم يقللون من الحليب، كميه الحليب، البقوليات، البصل والثوم والمعجنات والمكسرات، ذني الرئيسيات. والتدخين؟ التدخين طبعا هو العدو الاول. هو التدخين مضر بصوره عامه للصحه، من ضمنها القولون. باقي الامور تختلف من شخص الى شخص. باقي انواع الاغذيه، قسم من الخضار الخضراء، يعني الألياف الخضراء، قسم من المرضى يرتاحونها، قسم من المرضى يحس باضطرابات. فنقول للمريض أنت الأكلات اللي تضايقك يقللها. طبعا الأكلات اللي تميل إلى وجود حلويات في الأكل والدهون هم تزيد الأعراض. طيب دكتور، هاي بالنسبة لمرضى القولون العصبي، في حالة الشخص كان طبيعي ما عنده أي أعراض للقولون العصبي،
في بعض الأطباء بيقولوا لك لا تكتر من أكل الحر أو لا تكتر من أكل حتى القهوة أو المنبهات الأخرى لأنه ممكن تسبب لك قولون عصبي في المستقبل، هالشي مزبوط؟ هو في نسبة مو بالدقة أنه شرب القهوة والشاي أو الحر إذا المريض ما يعاني في شيء ما رح تأثر، بس عارفين من يصير اضطراب بالقولون يصير اضطراب بالأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي مثل ارتداد مريئي، اضطرابات يسميها اضطرابات المعدة الوظيفية. فبعض الأكلات ممكن إذا زيد المريض وهو كان يعاني من أعراض ممكن تكون الأعراض أكثر عنه. أغلب الأشخاص إذا بتلاقيهم حواليك أو حتى حوالينا كلنا بيعانوا من القولون العصبي، يعني ما فيك. نعم نسبة كبيرة جدا خصوصا في يعني ظروفنا الحالية تكون صحيح. قد ايه مهم إنه نكشف عن القولون العصبي ونتابعه؟ يعني بعض الأشخاص بيقول لك أوكي عندي قولون عصبي، بتفادى الأكلات اللي بتزيد من تهيج القولون وخلص، ما بيعرفوا إنه لا في أهمية كبيرة لحتى تتابع مع الدكتور إنك لازم تخفف من تهيج القولون لحتى ما تؤدي لالتهابات أخرى. طبعا مهمة جدا انه احنا عندنا انواع من القولون العصبي. طبعا القولون العصبي التشخيص الرئيسي هو تشخيص سريري، المريض يعاني من الالام والاضطرابات بالامعاء والقولون لمدة 3 شهور او اكثر، وتكون مصحوبة بتغيرات بالعملية الخروج والبراز. فقسم منهم يكون قولون عصبي مصحوب بالاسهال، قسم قولون عصبي مصحوب بالامساك، اعراض مختلفه يعني. اي نعم، هذا النوع الثاني مصحوب بالامساك، والنوع الثالث هو يكون بين الاسهال والامساك. طبعا مهم عمر الشخص، كم عمره اللي تعرض هاي الاعراض. اكو اعراض مهمه جدا لانه قد تكون امراض اخرى تبدي وهي تعطي مثل اعراض القولون العصبي. فقولون عصبي بحد ذاته ما راح يؤدي الى مشاكل بالمستقبل، ما راح يتحول الى ورم، ولكن ضروري الكشف عنه. نعم. يعني ما نستهتر بالموضوع. نعم. مهم جدا لانه كثير عندنا يعني حالات تم الكشف على اسباب اخرى هي التهاب الامعاء، تقرح الامعاء او ورم الامعاء، هم فتره طويله مشخصين على انه هو تهيج قولون او قولون عصبي. نعم. اكو اعراض معينه طبعا مهم جدا انه يزور الطبيب. اكو اعراض معينه مثلا وجود فقدان الوزن، قله الشهيه، وجود فقر الدم او نزول الدم مع البراز، هاي من الاعراض المهمه جدا اللي تستدعي انه نعمل فحوصات اكثر ونعمل تنظير للقولون. نعم. اكو امور اخرى لازم هم نتاكد منها، مثلا عدم وجود عدم التوافق او للحليب او اللاكتوز انتولرنس. بس من الناس لازم نتاكد انه ما وجود سوء امتصاص بحساسيه القمح، لان هاي الامراض هم تؤدي الى زياده تهيج القولون. كيف يتم التشخيص هذا الموضوع؟ عن طريق تحاليل معينه؟ حساسيه القمح نعم عن طريق التحاليل، عن طريق منظار المعده والامعاء الدقيقه، ناخذ عينه من الامعاء الدقيقه. بالنسبه لللاكتوز انتولرنس يعني موضوع الحليب، اكو فحص خاص عن طريق النفخ ممكن نشخصهم. وطبعا يتابع المريض، اذا طبعا في كل مراكز العالم اذا المريض اقل من 40 سنه او 45 سنه ممكن عمل منظار الجزء الايسر من القولون، ولكن اذا المريض يعاني من هاي الاعراض وعمره اكثر من 45 سنه لا يفضل عمل معه وجود اعراض القولون العصبي عمل منظار القولون كامل للاطمئنان عدم وجود امور اخرى مع القولون العصبي. نعم. بالنسبه للخطه العلاجيه عاده بطول علاج القولون العصبي، يعني ما يحتاج اشهر؟ طبعا اكو فكره عند كثير من المرضى يقول لك انا عندي قولون عصبي ما في داعي اراجع لان ما في علاج. لا تماماً. في علاج، طبعا في علاج حسب نوع القولون العصبي. احنا لثلاثة انواع، القولون المصحوب بالاسهال، مصحوب بالامساك، واللي تتناوب بين الامساك والاسهال. وقسم من المرضى حتى يعانون اعراض خارج يعني خارج البطن، خارج القولون، يعني يصير عنده صداع، يصير عنده الام بالمفاصل بسيطه، بيأثر على تكون مصحوبه مع متلازمه القولون العصبي. طبعا العلاج هناك نقاط كثيره، طبعا اهم شيء هو التشخيص وننفي عدم وجود امور مزعجه، يعني قد تكون امور يعني كثير يعني قسم المرضى احنا اللي شخصناهم انه التهابات بالقولون او جيوب القولون اللي بنسميها رتوج القولون، وقسم بهم حتى ورم القولون. من يتم التشخيص طبعا اكو خطه علاجيه تبدي مثلا تشينج باللايف ستايل، طبعا نغير نمط الحياه، طريقة الأكل، الأكلات اللي ذكرناها،
يبتعد عنها المريض، واي اكلات اخرى ضايقه يبتعد عنها. نعم. طبعا الرياضه مهمه، وانه يكون شويه يقلل من التنشن، يقلل من القلق، والهاي مهمه جدا. اكو علاجات معينه لكل موضوع، مثلا الاسهال اكو نستخدم ادويه وعقاقير طبيه لهالموضوع. قسم الامساك نستخدم بعض الامور والفايبرز اللي تسهل الامور. نعم. واكو علاجات اللي تقلل الالام، تقلل الانتفاخ، تقلل الانتفاخ. والان هم بدأوا اكو بعض الدراسات على ادويه جديده بعد ما نزلت للصيدليات وللاستخدام، ممكن تجيب نتائج بعد افضل. بس من الادويه جابت نتائج كويسه بس عندها مشاكل تنسحب. طب هل هاي الادويه على المدى البعيد ممكن تاثر على صحه الانسان استخدامها لاشهر؟ هي اكيد من نعطي دواء لازم نعرف اكو امور اخرى، المريض يعاني من اعراض اخرى، من امور امراض اخرى، من السكر، الضغط، وجود البروستات بالرجال. اغلب الادويه اللي تستخدم للقولون العصبي هي ادويه سليمه، مشاكلها تكون كلش قليله. نعم. يعني مضاعفاتها قليله. وقسم من الادويه حتى تستخدم هي الادويه تقلل التنشن والقلق النفسي. ان تستخدم حتى هي مو للمرض المريض النفسي، يستخدمها اطباء نفسي، بس احنا نستخدمها كجزء مهم بالعلاج. نعم. دهمنا الوقت وبعد في محاور كثيره ما حكينا، بس وقتنا خلص لليوم. ان شاء الله بحلقات اخرى منكفي موضوع الاورام. بس قبل ما نختم، نصائح ممكن تقدمها للمشاهدين بخصوص القولون العصبي؟ احنا ننصح كل المشاهدين طبعا، ننصحهم اولا يغيرون نمط الحياه، يبتعدون عن الاكلات اللي ذكرناها، ويروحون للطبيب. يعني لانهم اكو امور معينه تحتاج الى اجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على المريض. نعم. بعض الفحوصات متقدمه، فحوص مخبريه او اجراء منظار القولون. نعم. شكرا دكتور مندل السعد لحضورك معنا ولكل النصائح اللي قدمتها. شكرا جزيلا. شكرا.